السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وحنا كتواجدوا السوق ديال كاسابراطا مع جميع الاراس ديال الطيور الله يبارك. كاين عندنا هنا بزاف ديال الاراس ديال الطيور الباباوغات، منهم الاكولي 4500 درهم كوبل الله يبارك. هنا البياسه هذه مدريسيه الثمن ديالها 2800 درهم. كاين لي زانسيبارا تبارك الله. اذا الخوت عاوتاني نكمل لكم، كاين هنايا بياسات ديال الروس الثمن ديالهم 200 درهم بياسه الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. بالنسبه ديال الاثمنه، الاثمنه راه جد مناسبه، وكما كنوعدوكم دائما الاثمنه جد مناسبه في الطيور كاسابراطا مدينه طنجة. وعندنا هنا دخلت لنا واحد كوبلا هي التويكر الثمن جد مناسب 1400 درهم كوبلا. هذه هي اللي دخلت كاتورات الله يبارك، ها هما فين هما كاتورات. هنا الخوت عاوتاني الاثمنه ديال بيروس الثمن ديالهم 35 درهم الله يبارك فيهم غير واجب. كاين الهوكو الثمن ديالهم 45 درهم احلى الله يبارك. بالنسبه ديال الاقفاز، كاين هاد الاقفاز هادو الثمن ديالهم 90 درهم. كاين هاد الاقفاز هادو ديال مترو، البيبان ديالهم كيجيو في الجنب، عندهم البيبان ديالهم في الجنب، ها هما فين هما البيبان ديالهم، الثمن ديالهم 450 درهم. الاقفاز هادو الثمن ديالهم 65 درهم ها هما الخوت. بالنسبه ديال الكامر الثمن ديالو 120 درهم. وحنا الخوت عاوتاني بالنسبه للطائر فيو او الطائر النغر الثمن ديالو 200 درهم، القفاز ديالو كلشي ها. وحنا الخوت كما قلنا لكم كاين هنا حكايه روزيلا الثمن ديالها 1500 درهم، هذا روزيلا بينو كرونتاي. وحنا الخوت بعدا باش نجوزكم النمره ديال التليفون ديالنا 06 07 23 95 36. بالنسبه للعشاق ديال جميع الطيور من البابا وغات الصغرى ولا الكبرى كنوجدوكم باثمنه جد مناسب. وهنا نجوزو واحد الجوله مع الاخ ياسين، ها هو فين ورا صورو من الاخ ياسين. وحنا الخوت نبداوكم مع الاخ ياسين عاوتاني في ناحيه ديال ملتزمات الله يبارك. هنا بالنسبه ديال كاين الكريت، كاين التخالط ديال الحمام من احسن تخالط، كاين التخالط عاديا 4.5 مايوك، كاين التخليطه الخوت برجيكا اللي هنايا غنيه عن التعريف ملكيه، كاين الزريعه، كاين بشنه عاملين فيها بروموسيون الزوان ديال كندا، ديما كنخدموا في كندا واحسن كاليتي الخوت. الزريعه ديال ماريمار اولا متسمه بالزريعه ديال كيف ماريمار، كاين بشنه، كاين زريعه كحله الخير موجود الخوت. بالنسبه ديال البرودويس كاين البرودويس موجود اللي كيجي موجود لا ماشي خلاص. فين النمره ديالك اخي ياسين؟ 06 91 120 85 55. بالنسبه للحوالي خصو الماكله جمله الحمد لله الخير موجود الصوف تبارك الله دخل دارع. الاثمنه كما كنوعدوكم كاين الشكاير هادو معروفين، ها هما فين هما الثمن ديالهم مزيون هادو 250 درهم ها هما فين هما تبارك الله. ملتزمات ديال الحمام اولا ملتزمات ديال الطيور حتى هما اثنين. انا اخي عبد اللطيف راه كان نيجر صغير ديك لومبالا زدنا لهم لومبالاش كبير شي هو نفس الثمن. بالنسبه ديال المينيطوبات كاين هنايا ماري ماراي فين هي الزريعه ديال كيف. وحنا الخوت عاوتاني باش نزيد لكم واحد اللقطه على واحد الفطار الاخ فاسي شبرو، هذا خرج غير ياكل يتغدى في التغذيه ديال السوق ونقي واللي شديد شديد السلامة. جميع الدريسال جميع الحيوانات البشر اقطع الله يدير الخير. بالنسبه لهذا المقنن هذا شحال الثمن ديالو؟ المقنن هذاك اخي عبد اللطيف تباع الله يسخر المولى تباع ب 350 درهم. ها حنايا الخوت هذا ديال بلاتي نوريوه لهم بلاتي نوريوه لكم، هذا الكيور هذا الله يبارك عنده 5 سنين في قفز ها هو فين عين وجلو بويض، هذاك النوينته ديال الكانر الاخوان. ها حنايا الخوت صلوا على الحبيب الله يبارك. كاين جو فروخه ديال الاكولي الله يبارك الثمن جد جد مناسب احنا الله يبارك الخوت. مالك جمال اللي بغى شي حاجه مرحبا. وحنا الخوت كما قلنا لكم كتواجدوا في لاراس ديال الدجاج، انواعنا الاشكال ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج هنا لاراس اللي كاينه با محمد دايش هادو فادو هادو بلطم، هادو سلاله بلطم مريشين هيدا، هادي لاراس ديال السلاله ديال بلطم ها هما فين هما الخوت. هنايا الجماليه اللي فيهم تبارك الله من احسن الدجاج ديال الزينه فريزيان. كاين نوع الشكل الاخر عاوتاني توا ديال بلطم بلطم الله يبارك. هنا كاين بادو بادو شامو، هذا بادو شامو هذا بادو هولنديز بادو هولنديز هذا بادو هولنديز الخوت. هذا سيراما فريرو السيراما، هذا فروج ديال السيراما. واخا نقوزكم الخوت بالنسبه ديال الاثمنه هنايا كاينه هادو الثمن ديالهم 800 درهم قلنا
ها هما فين هما؟ كوبل. كل كوبل هنا الثمن ديالها 800 درهم. كاين هاد البادو هادي النتوة الثمن ديالها 450 درهم. هذا كوبل عاودي. هادي كوبل الثمن ديالها 1000 درهم. الله يبارك. بادو هولندي عاود كوبل ها هي. ها هي فين هي الثمن ديالها حتى هي 800 درهم. كاين هنا السيرامة الثمن ديالو 250 درهم. الله يبارك. بالنسبة للإخوان هنا باقي كتواجدوا معكم ديما في السوق ديال كاسابا راطا مدينة طنجة. وبالنسبة هنا السيرامة الثمن ديالهم 300 درهم. كاين في يومي الألمنيوم الثمن ديالهم 150 درهم بياس. المهم الخوت نقوزكم الأخ كازاوي ها هو فين هو. تحياتي اليوم هذا المنبر اليوم بوبري جاغي هو الخوة راح ومن طنجة تنكويرة. وتحياتي لدريد كازا كاملين بكم فوق راسنا. تحياتي للخوت كاملين بدون استثناء كلشي عندنا عزيز. بالنسبة لنا ديال بيروس حتى الثمن ديالهم 60 درهم. كاين هنايا موانو 50 درهم. الزبرة 30 درهم. كاين هنا الكناري شحال عامل الثمن ديالهم؟ الجملة الجملة الخوت 110 درهم. كاين هنايا الكناري الكورة هنايا في الريديين شحال الثمن ديالهم؟ 150 درهم. كاملين كيتكلموا تبارك الله. كاين هنا ليزانسي بارب الثمن ديالهم 500 درهم. كاين هنايا هادو الثمن ديالهم 200 درهم. كاين هنايا بيروس برونتاي بالهوغو 200 درهم. الله يبارك. كاين هنا كناري الثمن ديالهم 120 درهم. النمره ديالك 06 نمره سنسه هذه نمره جديده واقيلا نمره جديده ها هي الخوت. حنا كنقوزو لكم السويقه هي هذه كابطيوكم الدراري عاوتاني بقاو معاه. 07 77 68 49 94 94 اللي بغى شي حاجه مرحبا. كل حد كيولعكم بالجديد والخوت ما تخسروا والو. جيم بارطاج التعاليق كنوصلكم جديد. اي حاجه قلتوها بحق ماشي مشكل. محتوى جيد يعني الطيور وكنولعوكم راه عاملين هادشي ولاع الخوت. تحيه الخوت كاملين بدون استثناء معنا كنرزقكم الصح ديال القصابه راه طاجيو معنا. جاي معنا نوريكم الولاعه كيفاش عاملها. نبداوكم مع الاخ ياسين ها هو فين هو. تحياتي لهم هذا المنبر. وهذا الخوت هو السوق ديال القصابه راه مدينه طنجه. سوق الطيور دابا باقي صباح الدنيا خاويه. ايضا نقوزكم فيديو بقاو معنا. تحياتي للخوت الدراري اللي كيدعمونا وكيعملوا جيم وبارطاجوا التعاليق. شكرا لكم ديما كنشوفوا الدعم ديالكم. هذا راه المحتوى ديالكم والمحتوى ديالنا والمحتوى ديال الجامع. ديما كنحاربوا الشعار ديالنا يعني كنحاربوا داك انتم عارفين. المهم شي شعارات اللي كينزلوهم لنا في هذا اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا في التيك توك حنا كنحاربوهم كنعملوا محتوى ديال الطيور. المهم الخوت من هنا غادي نبداوكم. انا خي انا من قال انا سمنا بخلف با محمد خلاه يبلاصهم تيجي شي سخرة. يلاه بقاو معنا. وحنا الخوت كما كنوعدوكم دائما نعاود ثاني لا راس ديال الحمام كاين تبارك الله هنايا. هادو لا راس ديال قرقاعات تذكرونا انت الثمن ديالهم 600 درهم. كاين تذكرونا انت ديال التشريرات الثمن ديالهم 250 درهم. احنا بالنسبه للعشاق ديال الكابيطا الله يبارك كاين تذكرونا تو الثمن ديالهم 800 درهم. هادو من احسن لا راس ديال الكابيطا الوحوش الله يبارك. هانتوما الخوت الله يبارك الله يبارك. بالنسبة ديال العشاق ديال الكنغ كاين واحد الكار ديال الكنغ هنايا الثمن ديالو 150 درهم. بالنسبة للعشاق ديال القلين أرانب كاين هادي كانيشات هما فين هما الثمن ديالهم 180 درهم جوج بيهم. العشاق ديال الكاطيطا الله يبارك من أحسن كاطيطا أنا الخوت الثمن ديالهم كارو نتوما 800 درهم. أحنا الله يبارك الثمن هادو 600 درهم جوج بيهم الله يبارك. هذا جيب عندك هنايا. كاين الخوت واحد النتوى كرانادينيو الثمن ديالها 400 درهم. كاين واحد النتوى هنايا ديال كاطيطا 200 درهم. احنا من عشاق عاوتاني ديال الخيريصان من احسن خيريصان الثمن ديالو 150 درهم. بالنسبة ديال الخينيسي تكارو نتوى الثمن ديالهم 400 درهم الله يبارك. ملي كنقول لكم من احسن لا راس كنشوفو احسن لا راس الخوت. كاين هنايا فوياجور تكارو نتوى الفروخه ديالهم الثمن ديالهم 100 درهم كاملين. كارونيت ديال الخينيتي الثمن ديالهم 600 درهم. كابيتانوس الثمن ديالهم 35. كاين هنا كابيتانوس فكحل الثمن ديالها هادي با محمد 450 درهم. كاين هاد الكوبل هادي الثمن ديالها 500 درهم الله يبارك. كاين هاد الخينيتي 600 درهم الله يبارك الله يبارك. كاين هنا واحد كوبلة الخوت ديال البخاري
الله يبارك. ها هي فيني يا الثمن ديالو 800 درهم الخوت. بالنسبه الخوت عاوتاني ديال الحمام كاين هنايا تبارك الله الكارون تو الثمن ديالو 200 درهم. كاين الكارون انت ديال الكركاعه الثمن ديالهم 550 درهم. بالنسبه ديال واحد النتوى ديال الكرانه ديال الثمن ديالها 250 درهم. واحد الكار ديال الخينيتي 200 درهم. الله يبارك الخوت. هاد الكوبله هادي الثمن ديالها 200 درهم. وراك رمضان والعيد وهادي ما وحنا الخوت هيدا نجوزكم واحد الكار الله يبارك ديال الكاطيطان. بالنسبة للعشاق ديال الحمام عجبني هاد الكيوار بغيت نجوزو معاكم. كاين هنا واحد جوج الساطيلات الله يبارك عنبرات الساطيلات مزيونين شحال الثمن هاد العنبرات بعدا نجوزو العنبرات 60 درهم جوج بيض. هاد الكيوار هذا 250 درهم. هاد الكار ديال الكاطيطان الخوت الثمن ديالو 250 درهم. كاينه فروقه ديالو نيت. وحنا الخوت كاينه بياسات اخرين تبارك الله هنايا الثمن ديالهم 27 هاد البياض 27 270 درهم الخوت. اه هاد الزرقاء هذا 250 درهم. النانتا هادي شحال الثمن ديالها 250 درهم. نقوز تما نقوز النمره ديالك الخوت. نقوز النمره ديالك 06 18 40 19 23. واللي بغى شي حاجه الخوت مرحبا. الاثمنه كما كتعرفوا ديما الاثمنه جد مناسبه. الطاق ديال الكاطيطان كاين الكره تبارك الله مزيونين ما شاء الله. هذا الكار النتوى الله يبارك شحال الثمن هذا الكاطيطان؟ 500 درهم. ها انتم الخوت فكروا النتوى الثمن ديالهم 500 درهم. كاين هنا هذه هذه يماد هذا يا هذه يماد هذا شحال الثمن ديالها؟ 200 درهم. الله يبارك. دابا ما مبيناش الخوت والسهم حتى هي كتكون بحال هاد الكورة فهمت؟ نتوما عارفين. كاين هاد الزرق هذا شحال الثمن ديالو خيريصانو؟ 200 درهم. هادو الخيريصان قلالين بزاف الخوت. الحمام ديال الفراشة الثمن ديالو 200 درهم. الله يبارك. 200 درهم. حتى هذا الثمن ديالو 200 درهم. كاين هاد هاد النتوى هادي شحال الثمن ديالها؟ 300 درهم. بلونكو الخوت ديما كيكون زايد في الحمام وبزاف ديال هادي النتوى يا. كاش شحال الثمن ديالو؟ واحد كيوا باقي الكارطونه الثمن ديالو 200 درهم. النمره ديالك ابو محمد 06 32 32 30 42 ياد 32 42 ياد. ها انتم الخوت كاين واحد الكرني ما شاء الله هو فين هو. حتى من ذات الزريره هذاك 100 درهم 100 درهم. وحنا الخوت تبارك الله هنا عاوتاني جوج فروقه ديال الاكولي الله يبارك. اكولي هو هذا الخوت. هادو هما الاكولي. وحنا الخوت بالنسبه للعشاق ديال لي زانسي فارب كاين كوبل الله يبارك. هاي فيني كتواكل الثمن ديال 450 درهم. شحال الثمن هذا اخي فاس؟ الله يعطى الله اللي بغى يتسنى من السيب سوم مرتو مرحبا النمره عنده. وحنا الخوت الله يبارك عاد دبرنا هاد الكوبله هادي ديال الكويكر شريناها مع عند الاخ عمر وسخرنا فيها. البيبان بلين اللي عاملين لهم السن كيف تحب باب هادو كيهضرو. هاي فين هي اللي ديناها الثمن ديالها ديناها 1100 درهم. حكمو مزيان اصاحبي